السلام عليكم، معاكم عمر وكابتن المرات. اليوم معك فيديو جديد وحلقة جديدة من كان أسطورة وموسم وبداية موسم جديد. فاليوم يا جماعة عدنا فيديو كان أسطورة. فاليوم يا جماعة خلنا نقول لكم هذا نحن بننتقل ولا لا. أنا ما أدري كم مرة في ممكن 20 ثانية قلت فيها يا جماعة. يلا يا جماعة. اوكي يا جماعة. قلنا ان مصير اللاعب في ايديكم يا جماعة. هل انه يبقى في نادي العين او ينتقل الى بنياس او ينتقل الى الجزيرة يا جماعة. انا مفروض اسوي كاونتر يعد كم مرة انا قلت يا جماعة لين الحين. اوكي، فانتوا قلتوا يا جماعة ان نختار بنياس يا جماعة. اول شيء يا جماعة، استغفر الله. اول شيء بنروح لدوري الاماراتي يا جماعة، وندق على نادي بنياس. وين نادي بنياس؟ هذا هو نادي بنياس. ليتس جو لنادي بنياس. اتمنى ان بنياس يقبلوني. اذا بنياس قبلوني بيكون شيء جميل، وما سوي شيء اللي انتو كنتوا تبغوني يا جماعة. فحاليا يا جماعة وصلنا اليوم التفاوض يا جماعة. قلت 500,000 مرة يا جماعة لاني غبي بكل اختصار. رسميا بروح لبنياس يا جماعة. ليتس جو، هلا بنياس. Here we go. اوكي يا جماعة، ونمر في الايام ونروح لهذه المباراة ضد الظفرة. ما ادري ليش تعتبر ديربي. انا نفسي مرات وما اعرف ليش المباراة تعتبر ديربي. انا ما اشوف انها مباراة تعتبر ديربي. اوكي يا جماعة، وننتقل لبنياس. ونسيت اغير صبغة شعري. بغير صبغة شعري بعد هذه، بعد هذا، بعد مراسم التعاقد مع نادي بنياس بحول ازرق عشان انا لعبت بنياس حاليا. انتقلنا لنادي بنياس، النادي اللي انتم كنتوا تبغونه. ولاعبي بيلبس الرقم 21، نفس رقم عموري مع المنتخب. يعني بكل اختصار هو هذا عموري بس من جوني شيك. يا جماعة اوكي يا جماعة، خلنا نشوف هل نقدر ناخذ الرقم 10 يا جماعة. انا ما ادري يا جماعة، فبنشوف خمينيز يعني تعطينا رقم 10 يا خمينيز. فحاليا نعدل الشعر كذي اشوفه ممتاز. اسمي تعاقدت مع نادي بنياس. خلنا نبدا هذه المباراة اللي بلعبها ضد الظفرة كأساسي. اول مباراة لي مع بنياس، حط جو بيدرو احتياط. وايضا خمينيز وراي، جورج ومسيل النوبي. انا ما اعرف لاعبين بنياس كلهم تقريبا. عندنا احمد الحسيني حارس. منو انت يا احمد الحسيني؟ انا ما ادري انت منو. خالد العطاس، عيسى الحازمي، حسن المحرمي عارفه اتوقع، وحسين عباس جمعه، جاستون سواريز عارفه، فوز عوانة بعد عارفه، سيل النوبي، وجورج، وعندنا انا، وايضا خمينيز اللي تحتي. ليتس جو الى هذه المباراة، اول مباراة مع نادي بنياس. اوكي، هني هذه المباراة الاولى لي. لو كنت تم مع العين كنت بلعب مع الجزيرة، بس بلعب ضد الظفرة. الظفرة فريق لا يستهان به، بس انتقلنا لفريق ممكن افضل. فريق فاز ببطولة في الموسم اللي طاف، يعني ممكن احتمالية ان في احتمالية ان نفوز ضد السوبر ضد فريقنا السابق حتى. وايضا بعد هذه المباراة بنلعب ضد فريقنا السابق الثاني اللي هو منو؟ اللي هو نادي العين. فندخل هذه المباراة وانا شعري ازرق فاتح. يلا ليتس جو نلعب هذه المباراة، ان شاء الله نفوز فيها ضد الظفرة. لنادي بني الظفرة عرضية تتخلص.
تسديدة لكن راحت الحارس مرت الكرة بشكل جميل. مع الكرة تلعب ردت لفريق مدينة الظهر الحارس التسديدة لكن تنخلص من الحارس. الكرة تسديدة لحارس أرضية الملعب. صراحة أول تسديدة مع بنياس بس ما سجلنا منها. البينية كانت حلوة، أوكي البينية كانت حلوة التسديدة لكن هذا ملعب عادي عادي. أول تسديدة أول تسديدة كرة ألعب العرضية رأسية تتخلص من الحارس. خير المنصوري حصل كاتفر كرة عرضية خلاص باصات يلعب كرة كرة طويلة عرضية على لكن الحارس. وأتوقع أن أول باصات أول باص في الحلقة مع دنياس تنتهي صفر صفر. الشوط الثاني كنا ممتازين، سددنا ممكن تسديدتين فقط ولا ممكن أسوأ لاعب في المباراة مع بعض اللاعبين الآخرين. الجزيرة فاز على العين، اوكي بنياس فاز على حتى الوحدة، فاز على حتى الشاجر، فاز على النصر، والوحدة فاز على الاتحاد سلبا، والخبر لا يفاز فاز عمان. فحاليا نحن في المركز السادس تقريبا، عادي قاعدين اول مباراة في الموسم. اوكي يا جماعة عندنا مباراة ثانية في الحلقة ضد العين فريقي المفضل. حصلت على رقم 10، جميل يعني ما توقعت اني احصله، بس حصلت رقم 10 من لاعبنا خمينيز الحين صار اي رقم يلبس خمينيز صار يلبس رقم 14 وانا البس رقم 10. نلبس الطقم الابي السماوي وهم يلبسون الطقم الابيض. ليتس جو نلعب اول مباراة في ملعبنا ضد فريق السبت نادي العين. اوكي بنياس ضد العين طبعا مع الجمهور اللي يتكلم اللغة الصينية. يا بنلعب اول مباراة بالشعر اللي لونه الشعر اللي لونه ازرق فاتح، شعر سماوي، شعر سماوي. يا خلينا نلعب المباراة ان شاء الله سيدي الفريق السابق. مع ذلك انا ما بحتفل، صح ان ما سوينا الشيء اللي كنا نبغاه مع نادي العين، بس يعني خلينا ما ننكر ان قدمنا وقت، يعني كان وقت ممتاز مع العين. كانت تسديدة العارضة يمكنهم الانطلاق بهزمة ممتازة. عرضية يلا تسديدة لكن واو خلصت من الحارس. فعلا كانت تسديدة سيئة بس خلصت من الحارس. اوكي تسديدة والهدف الاول 1-0 1-0 ضد العين. انا ما بحتفل بهذا الهدف، سجل هدف اول ضد العين، اول هدف لي مع بنياس. خلينا نشوف الكرة عادة البينية من متوقع خامينيز، تسديدة في الشباك الهدف الأول ساطحة مسطحة كلها راحت سطحية لداخل شباك بوسندا. شوف التسديدة في الشباك الهدف الأول، أول هدف لي مع دانياس. عارف ما تزال فريقنا الكرة عرضية من سيل النوبي. يا الله تنتهي المباراة بعد هذه الهجمة وتنتهي المباراة 1-0 فزنا فيها ضد العين. و يا فزنا 1-0. الشارجة فازوا 2-0 على الجزيرة، والظفرة فازوا على الفجيرة، والكورفكان فازوا على عماد، وحتى فازوا على شباب الأهلي 3-0، ومن الوحدة فازوا على الكلبة، والنصر فاز على الوصل. الحين نحن في المركز الرابع،
الوحدة والشارجة هم فريقين اللي جايبين 6 نقاط. الأولى من بايثن سجل هدف not bad. فبنروح لآخر يوم من فترة انتقالات، ما نسوي سكيب، رحنا لبنياس. فبنلعب السوبر هذه المباراة القوية ضد نادي سابق، حتى نادي الأول ألعب ضدهم نهائي نهائي يا جماعة، بلعب نهائي ضد حتى. بس يلا خلينا نلعب هذه المباراة، بنسى كل ماضي، كل ماضي اللي كان وياكم يا حتى، بلعب هذه المباراة عشان أفوز. اوكي بنياس ضد حتى في نهائي السوبر، مباراة السوبر حتى ضد بنياس، يعني ممكن تقدر تقول ان نهاية احلام العصر. يلا تسديدة، لا كده لخارج ضيق الملعب، اول تسديدة بنياسية. هاي الكرة يلا شوت، لا حرام عليك. اوكي الكرة عادت بينية، يلا لا ما سجلناها هذه، راحت علي، يا الله حرام، والله العظيم حرام. يلا انا كنت اسلم، لا كيف انا كنت اسلم، حرام. هيا قلت لكم هاي اخر هجمة، انا طلبت الكورة تسديدة باليسار في شباك حتى، والله انا اسف يا حتى على الاحتفال، بس هذه الكورة من دقايق الاخير نسجل الهدف الاول، نسيت حتى انك لعبت حكم، والله فزنا. يس اول لقب في مسيرتي هو السوبر، فالسوبر الماتي مع فريق بنياس. ماي جاد والله فكرت في الاشواط الاضافيه. يا سلام يا عمر، الله عليك يا عمر، فزنا في البطولة. بنياس هو بطل السوبر، بنياس هو كان بطل كاس الخليج العربي في الموسم اللي طاف، او مو بطل كاس الخليج العربي، بطل كاس رئيس الدولة، وايضا في هذا الموسم هم ابطال كاس السوبر، بس مع اضافة جديدة، مع اضافة عمر هو اللي سجل هدف بالدقيقة 95. خلينا نروح المباراة اللي بعدها. فصراحة شعور مجنون جدا 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 صراحة، انا يعني انا ما ادري ايش اسمه، فرحت وايد بالهدف الاول، فرحت وايد، يعني ممكن صوتي راح اتوقع، بس اوكي. من 3 مباريات سجلت هدفين لحد الحين، هذا شيء ممتاز، بس احصائياتي 34 مباراة سجلت فيهم 31 هدف،
انا ما افكر في الاحتراف الخارجي يا جماعه، بس اذا انتم تقولون اذا انتم تبوني احترف بشوف يا جماعه. بس مبايتنا كلها ضرب في ضرب يا جماعه. عندنا الجزيرة وبعدين الشارجة الأهلي السعودي، وبعدين عندنا الفجيرة فريق السهل، بعدين عندنا هالفريق المجهول، بعدين بسبوليس، وبعدين بنياس. واو زحمة، بس ترى مو بنياس هذا عمان، نحن نلعب بنياس. عمر ذكرنا نحن اللي نلعب بنياس. يا حالي يا أخي، مباراة الحلقة بتكون ضد الجزيرة. ليتس جو. اوكي الجزيرة ضد بنياس في ستاد محمد بن زايد. انا اقول لكم ان لين الحين لعب 3 مباراة ضد الجزيرة وكلهم في ستاد محمد بن زايد. هذا الشيء اللي ابغى اقول لكم اياه. فلعب 3 مباراة ضد الجزيرة، هاي المباراة الثالثة. لعبت مباراتين قبلها، والمباراتين اللي قبلهم فزت في وحدة او تعادلت فيهم اثنيناتهم. فأتمنى أن ما نتعادل في هذه المباراة الثالثة. لك عرضية رأسية، هاي قلة أدب يا عمر، هاي قلة أدب يا عمر، كيف تضيع رأسية بهذا الشكل؟ حرام عليك يا عمر. عرضية رأسية خلاص. رأسية والهدف الأول. 1-0 نسجل الهدف الأول. وعزف يا عمر الهدف الأول 1-0. شوف العرضية الرأسية في الشباك الجزراوية، الهدف الأول برأسية من ركنية من صديقي المقرب خمينيز. يلا خلص، بس فاول فريق الجزيرة. بس انا بيت بيلعبها ميلوس او عموي، ميلوس يلعبها تتخلص و تلعبني الكرة وتنتهي المباراة. 1-0 نفوز فيها، 1-0 فزنا. اتوقع اني انا يعني انا اشوف ان نفوز صح ان بدون مستوى، بس I'm liking that. يعني انا ممكن اتم البنياس في بنياس لمدة سنوات يعني عادي. الفجيرة فازوا على العين، او العين فازوا على الفجيرة، وعيمان واما حتى تعادلوا ضد خرفكان، شباب لا يتعادلوا ضد تشلبه، النصر تعادلوا ضد الوحدة، والوصل تعادلوا ضد الشارجة. فخلنا نشوف، حاليا لا نزال في المركز الثالث، وتعادلنا في النقاط مع الشارجة والوحدة، فنحن في المركز الأول ممكن. فهم يعني حاليا زادت طاقتي صارت 77، من 4 مباريات سجلت 3 أهداف. فهم يعني إيرلينغ هالاند فرع الإمارات. فمباراتنا الجاية ضد الشارجة بتكون في الحلقة الجاية. أنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى أنكم استمتعتوا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم عمر، مع السلامة.